الحياة ليست سهلة البتة، ولكن يمكنك تسهيلها كثيرا إذا عملت ببعض الخدع الجيدة. عندما تتناول رقائق البطاطا لابد أن تتسخ، والكيس لا يحتوي على مساحة كافية إلا ليد واحدة. باستعمال أسنان قم بثقب الكيس في المنتصف، انزع تلك القطعة ثم قم بتدوير الكيس حتى يتوسع الثقب أكثر. بهذه الطريقة لن تتسخ يديك وسيكون توزيعهما على أصدقائك أسهل بكثير. إذا كان سحاب سروالك ينفتح باستمرار مما يسبب لك الانزعاج، خذ حلقة المفاتيح وقم بتركيبها على السحاب. قم بسحب السحاب إلى الأعلى وادخله في الزر ثم اقفل زر السروال فوقه. هذا كل شيء، الآن لقد تخلصت من هذه المشكلة. إذا كنت تريد أن تستحم لكنك تريد الذهاب إلى المرحاض في نفس الوقت، لا تعقد حياتك واقضي حاجتك في الحمام مباشرة، لا أحد سيكتشف ذلك على أي حال. خذ قطعة من أوراق الملاحظات اللاصقة واستعملها لتنظيف الفراغات بين أزرار لوحة المفاتيح، سوف تتفاجأ من كميات الجزيئات الصغيرة التي ستجدها هناك. من أجل إنهاء النزاعات المتواصلة وعقابات والدك بسبب الخدوش على الأثاث المصنوع من الخشب، خذ حبة جوز أو ربها لأكون دقيقا، افلك بها الخدوش على الأثاث وعندها ستبدو أقل ضررا. إذا كنت تتحصل على هذا الشكل كلما حاولت أن ترسم دائرة، ضع الجزء العظمي من معصمك على محور الورق ثم ابدأ في تدوير الورقة. إذا أبقيت يدك ثابتة سوف تتمكن من رسم دائرة مثالية. إذا جعلت إصبعك الأوسط هو المحور على الورق سوف تتحصل على دائرة أصغر، لا تتخلى عن المحاولة وسوف تتمكن من إنجازها بكل تأكيد. إذا كانت تنبعث روائح سيئة من حذائك بعد يوم طويل، ضعه في كيس بلاستيكي واغلقه بإحكام ثم ضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. درجات الحرارة المنخفضة تمحو معظم البكتيريا وعندها ستصبح رائحة الحذاء أفضل. إذا ضقت ذرعا من كمية الأكياس البلاستيكية الموجودة في كل مكان، خذ قارورة بلاستيكية وقص الجزء السفلي منها حتى المنتصف. قم بلف الأكياس البلاستيكية وذلك بوضع ثلث الأخير من كل كيس فوق الكيس الذي يليها. قم بسحب الكيس الأخير برفق ثم أدخل كل الأكياس في القارورة، هكذا ستتمكن من سحبها إلى الخارج وستشغل مساحة أقل. إذا كنت تريد طباعة نص ما ولكن الحبر الأسود قد نفد منك، اختر أقرب لون إلى لون الأسود، اللون الأزرق الداكن على سبيل المثال. عندها ستقوم الطبيعة باستعمال الحبر الملون ولن يكون هناك فرق كبير بين لون النص المطبوع واللون الأسود. إذا نفذت بطاريات جهاز التحكم عن بعد ولكنك لا تملك سوى بطارية واحدة، قم بلف قطعة من الألومنيوم وأدخلها في مكان البطارية الثانية، سوف يعمل جهاز التحكم عن بعد ببطارية واحدة، وقد يستمر في العمل لمدة طويلة حتى تشتري واحدة جديدة. الأسلاك الطويلة غير ملائمة أبدا، خاصة عندما تكون أسلاكا طويلة وغير ضرورية للاستعمال. خذ قلما ولف عليه السلك بإحكام، بعد ذلك قم بتسخينه باستعمال مجفف الشعر، وبعدها قم بتبريده تحت مياه الحنفية. في النتيجة سوف تتحصل على سلك أكثر توفيرا للمساحة، لن يتغير شكلها وسيبدو أجمل. إذا أعجبكم الفيديو اتركوا لنا تعليقا وانشروا الفيديو مع أصدقائكم، إنها أفضل طريقة للتعبير عن امتنانكم للعمل المنجز.